بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 5/9/2020، ومن مجزر البساتين تم تحميل 17 طن متجهة إلى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، جنوب سيناء، وتوزع على النحو التالي: القاهرة 3 طن، الجيزة 4 طن، القليوبية 4 طن، المنوفية 4 طن، جنوب سيناء 2 طن. وعلى كل سيارة مفتش عام، ويقوم بتسليمها إلى مدير المدريات